آخر كتاب قرأته التناغم المقياسي للكون، يتناول الكتاب البعد الرابع والبناء الهرمي في الكون وبذور الروح العالمية والنشوء الهدفي للحياة، وقد أثار بذلك الكثير من النقاش وحتى الجدل، لا سيما في وسط القراء ذوي النظرة العلمية التقليدية. آخر كتاب قرأته كان رواية هي للكاتبة روناك مراد، حفيدة عشتار، تحكي عن قصة فتاة ومعاناتها في الجبال. استفدت من الكتاب شلون يعني ايش قد ما واحد شاف المصاعب هالحياة، بس الحياة لابد انه تستمر. والله اخر كتاب قريته من زمان، ما قريت الكتاب من ايام الجامعه مشان هالوضع، بس انا حاليا محامي، بقرا الكتب القانونيه ضمن النظام القانوني، مراسيم ايش يصدر، ايش قوانين، وحتى على العنتريت بطالع على المراسيم على القوانين، بس الكتب ما بعرف قليل عم بدرس. اخر كتاب قريته روايه كثير حلوه كانت، اسمها ماجدولين، استفدت منها كثير شغلات حلوه، كثير شغلات مرت بالحياة مضمونة، شخصين حبوا بعض، والغني والثري والطبقة الفقيرة كثير لها دور بهالشغلة. صدق في مثل يقول خير جليس في الأنام كتابه، المطالعة هي تؤدي إلى بناء الشخصية وتنقذ الإنسان من كثير من المصائب، من الالتقاء بأناس غير عاديين وناس شاذين، تنمي الشخصية. القراءة بهاي الظروف تعتبر كأنه دواء لنا بهالظروف، من كتر ما الظروف سيئة شوي نلجأ للكتاب مشان ترفيه وراحة بال يعني تقريبا. أهمية القراءة ترسيخ الفكر للزاكي، مثل ما قلت لك هلا قبل القليل، يعني بس مشان الشغل، يعني مشان المحاماة. بالرغم من هالظروف بس متابعة القراءة يعني شيء كثير محبب عندي، أنا بشجع كل شخص متابعة القراءة